فالسلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في هذا المقطع الجديد عن أخيرا لعبة ليتل نايتمارز موبايل، أخيرا للموبايل. إذا كنتم تريدون تجربة هذه اللعبة بدون فمتواجدة في قناتها الثانية، فعلى العموم كان يطيل عليكم، فيلا بنا لتجربة هذه اللعبة. كما تشاهدون معنا نحن الآن سنقوم بتجربة لكم هذه النسخة الجديدة من لعبة ليتل نايتمارز. فكما تشاهدون معنا هيا نستعرض لكم بعض من الجيم بلاي، صراحة شيء رهيب هذه اللعبة. هيا نضغط نشاهد اللعبة كيف تظهر والكثير من الأشياء الرائعة المتواجدة فيها. انظروا معنا، اللعبة بدون الحاجة إلى انترنت، يمكنك لعبها بدون انترنت على هاتفك. شاهدوا معنا ليتل نايتمارز، هنا فقط بعض الكتابات. نعم نستعرض لكم كل شيء بالتفصيل يا أصدقاء. هذه اللعبة كما تشاهدون معنا، يا سلام، نضغط هنا على الإعدادات، هنا إعدادات الموسيقى، هنا الجنرال، هنا الإعدادات الجرافيكس. يمكننا يا سلام، اللعبة تدعم 120 FPS، نختار أعلى جرافيكس، نقوم بالرجوع. هيا نتأكد على أننا اخترنا كل 120 FPS، يا سلام. هيا نستعرضها لكم يا أصدقاء. هنا مثلا يعطونك بعض الأشياء، مثلا نضغط على Confirm على بركة الله. نعم Best to play in the dark، فكما تشاهدون يعني بعض الكتابة، يعني نفس النسخة المتواجدة في البيسي على ما أعتقد. هيا ننتظرها. يا سلام على هذا الشيء العملاق، هيا بينا. أين أنت؟ لماذا لا يظهر شيء؟ نعم ها هو بدأ يظهر، لأن اللعبة هي أصلها ظلام، لهذا السبب تشاهد الظلام فقط. هي اللعبة أصلها يعني من الظلام. فعلى العموم شاهدوا معنا، يظهر هناك الشيء هنا في الوسط. ما هذا الشيء؟ لا يبدو بشكل جيد. نعم نسمع الصوت. هذه الامرأة، نحن كان في حلم، يعني كان في حلم فكما تشاهدون. رغم انك دخلت للعبة يمكنك التحكم في اعدادات الجرافيكس، هذه ميزة جميلة جدا. على بركة الله. ها نحن بدأنا، هنا نقفز، هنا نقوم هنا نقوم بأخذ الأشياء. وما هذا الشيء؟ هنا نقوم بتشغيل الشمعة لدينا. واو واو واو، نفس اللعبة وبأعلى جرافيكس، يا تشاهدون بأعلى جرافيكس يا أصدقاء، نفس النسخة المتواجدة على البي سي. شاهدوا معنا، لا يمكننا ذلك على العموم. هيا هيا هي. نقوم بفتح هذا الشيء. كيف نقوم؟ انظروا معنا، على هذا الشكل، على هذا الشكل نقوم بفتحه. الآن هنا على هذا الشكل نقوم بتشغيل هذا الشيء. انظروا معنا، نفس الجرافيكس، يا سلام على هذا الشكل. هيا قم بتشغيل هذه الشمعة. ها نحن ذا يا أصدقاء. اللعبة فيها بعض الأسرار صراحة. انظروا معي، واو على هذه الكاميرا وهذه الأشياء الرائعة. نعم من جديد.
ما هذه الأشياء هنا؟ نعم ليس هناك أي شيء. هنا ننزل للأسفل. نعم الآن ماذا سنفعل؟ أوه شاهدوا معنا، نقفز نقفز أي على هذا الشكل، ونتقدم وها نحن ذا في هذا المكان. وشاهدوا معنا على العموم، الآن هنا ماذا يجب علي؟ شاهدوا معنا ماذا سنفعل، نقوم بجر هذا الكرسي على هذا الشكل من أجل فتح هذا الباب. صاروا معنا على هذا الشكل. يا سلام على هذه اللعبة. هيا نتقدم على هذا الشكل. اللعبة صراحة مليئة ما تشاهدون معنا. هيا نقوم بإتمام لكم اللعبة يا أصدقاء. هنا على ما أعتقد سنقوم بفتح هذه الثلاجة على هذا الشكل ونصعد في الأعلى. ما زلت أتذكر بعض المستويات الخاصة بها. على العموم نأتي على هذا الشكل. صراحة اللعبة رهيبة، والمميز أنها نفس النسخة المتواجدة على البيسي تماما. شاهدوا معنا، نقوم بإشعال هذه الشمعة من أجل أن نرى الطريق بشكل جيد. نحن نتقدم يا أصدقاء. شاهدوا معنا هذه الأشياء اللي يجب عليك ألا هاي انظروا معنا هذه الأشياء، مثلا إذا أمسكتك ستموت، يعني يجب عليك أن تتفاداها في اللعبة. شاهدوا معنا، أنا ما أعتقد نقوم بفتح الباب على بركة الله. نعم هذه على هذا الشكل قمنا بفتح الباب. هيا نهرب من هذا الشيء. نعم لماذا يتبعنا؟ الآن لم يعد يتبعنا كما تشاهدون هنا. نعم بعض الأشياء هنا كما تشاهدون. على ما أعتقد يجب علينا أن نقوم بنزع هذا الشيء على هذا الشكل، وعلى بركة الله نقوم بإشغال الشمعة. ما هذا الشيء؟ نعم ما هي تلك الأشياء؟ أنا ما أعتقد يجب علينا أن نقع في هذا المكان على العموم من جديد. هيا انظروا معنا. أمسكت. يجب عليك أن لا تمسكك هذه الأشياء فكما تشاهدون معنا. بدنا أن نموت من صراحة. التحكم يجب عليك أن تفعل، يجب عليك أن تعرف ماذا تفعل على هذا الشكل. مثلا نقوم بإشغال هذه الشمعة هنا بالتمهل على هذا الشكل أي نقوم بعمل هذا الشيء فكما تشاهدون معنا. الآن نصعد. شاهدوا معنا ليس هناك دور. واو على هذا الجرافيك. هيا نصعد على هذا الشكل بالتمهل. هيا نقفز. الحمد لله تجاوزنا هذه المستويات. هل هناك شيء ما في الداخل؟ هل يمكننا فتح هذا الباب؟ لا يمكننا ذلك أصدقائي. هيا نستمر.
هناك ظلام دامس هنا وبعض الأصوات صراحة. هل تسمعون ذلك أصدقاء؟ فكما تشاهدون. أوه، ها نحن الآن. ماذا نفعل بهذا الشيء؟ يجب علينا أن نقوم بإرجاعه على هذا الشكل. أوه. كما تشاهدون يجب علينا أن نقفز من هذا المكان إلى آخره هذا الشكل على بركة الله. هيا 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 هيا. أوه، ها نحن نجينا. كما تشاهدون صراحة اللعبة عملاقة. انظروا معنا هنا بعض الأشياء. إلى أين سنذهب من هنا على ما أعتقد؟ نعم، على بركة الله. أيضا كما تشاهدون، أوه ماذا، أصوات غريبة يا أصدقاء. نعم، يجب علينا أن نقوم بشد هذا الحبل. هيا نصعد معه فكما تشاهدون على هذا الشكل. صراحة اللعبة فيها الكثير والكثير من الأشياء الرائعة. نحن دا صراحة أنا فقط أذهب، لا أعرف. أوه، هناك شيء ما. أوه، الضوء. فكما تشاهدون لم يكن يجب علينا أن نقوم بوضع يدنا على ذاك الشكل. فعلى العموم نعيد المستوى من جديد. هيا نستمر. نعم، هذا الباب هو الذي وضعنا الضوء فيه. فكما تشاهدون نقوم بإغلاق الباب. نرى. أوه، هذا الواصل يجب علينا قطعه. فكما تشاهدون هل يمكننا الوصول إليه؟ لا. أو نأتي بهذا. يمكننا جر هذا الشيء. نعم، شيء جميل جدا. نقفز للأعلى. أوه، على هذا الشيء، على هذا الشيء. هيا انظروا معنا، نجونا. فهناك الغاز اخرى. نعم، هناك ظلام دامس. اوه، افعزني هذا الشيء صراحة. هذه الشيء فهو للالعاب. اوه، يجب علينا قطع هذا الواصل ايضا. هل يمكننا على ما اعتقد تدوير هذا الشيء؟ نعم، نصعد من هنا فكما تشاهدون معنا على ما اعتقد. اوه، الان عرفت ماذا سنفعل. هيا شاهدوا معنا، انظروا معنا ماذا سنفعل. سنقوم بقطع هذا الواصل وبسرعة نأتي على هذا الشكل. نصعد إلى هنا فكما تشاهدون معنا قبل ما ينطلق الوقت. أوه، تم تشغيل الضوء من جديد. هيا نقوم بإعادة الكرة. الآن عرفنا ماذا سنفعل. نأتي إلى هنا. يجب علينا أن نسرع في هذه المرة فكما تشاهدون معنا. عندما نقوم بقطع هذا الواصل يجب علينا أن نسرع يا أصدقاء. على هذا الشكل، على هذا الشكل. هيا من جديد. بسرعة 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 قبل ما يتم تشغيل الضوء من جديد. هيا 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 بسرعة.
ونجونا كما تشاهدون معنا أصدقاء. على العموم اللعبة فيها الكثير من الأشياء الرائعة والأسطورية أنصحكم بها، فكان هذا هو المقطع الخاص بنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.